دبي وتحديدا من مدينه جميره بحييكم. اليوم بحلقتنا رح نتعرف على شخصيه لبنانيه برزت بمجال الاعلانات بالعالم العربي، السيد رجا تراد، المدير التنفيذي لشركه ليو برنيت وبيبليسيس بالشرق الاوسط وشمال افريقيا. خلينا سوا نتعرف عليه عن قريب. سيدة جتراد، أنا بتشكرك لاستقبالك لنا ببيتك بدبي. حضرتك مدير التنفيذي لمجموعة شركات ليو برنيت وبيبليسيس بمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا. من مواليد بيروت سنة 1952، وحضرتك كمان درست بمدرسة الشويفات تراد اللي هي تابعة للعائلة. خبرنا أكثر عن هالذكريات وهالفترة من حياتك. أول شيء أهلا وسهلا فيك ببيتك بدبي. قصة طويلة. من وين بديك نبلش؟ من الطفولة. طفولتك إيه أكيد. مثل ما حضرتك ذكرتي من قبل، أنا كل من أول صف للبكالوريا بمدرسة الشويفات اللي هي مدرسة تفرد بشويفات، لأنه في كتير مدارس بشويفات معروفين بأسامي العيال. وبعدين فتت على الايو بي على الجامعه الامريكيه، وبالجامعه الامريكيه تخصصت بالبي اس بي اي يعني بوليتيكال ساينس اند بوبليك ادمنستريشن، العلوم السياسيه والاداريه. وتخرجت سنه ال 78. قبل ما نوصل على الجامعه خبرنا عن طفولتك، يعني كيف كانت تربيتكم بالبيت، كيف كانت علاقتك مع اهلك؟ بعرف انه كمان عندك خي أكبر منك وأخت كمان أكبر منك، كيف كانت علاقتك معهم؟ يعني كل اللي بتذكره هي ذكريات كتير كتير حلوة، لأنه عادة بيكون في هيك شوية فيكشن ما بين الأخوة. نحن لا، ما بعرف، بينا بجو كنا كتير راب لبعضنا، كنا أصحاب. هلأ ما في كتير فرق بالعمر، لأنه بينا مع بعضنا يعني غير أنه أخوة، أخت وخي، كنا كمان كتير نضهر مع بعضنا ونقضي وقت مع بعضنا. لما أحكي عن الطفولة بعتقد كانت، إذا بدي أحكي هيك بصراحة، كانت طفولة سعيدة. ما كان في عندي معوقات، ما كان في عندي أي شيء أخرني عن أي بيروت ولبنان بأحلى. بيروت كان طبعا، عم نحكي نحن بالخمسينات، عم تحكي الطفولة بالخمسينات وأوائل الستينات. يعني كان بيروت بأحسن حال، لبنان كان بأحسن مرحلة حال، مرحلة الذهبية يعني بسموها. والمدرسة والبيت كانوا تقريبا بلزق بعضهم، يعني الحيط على الحيط. كانت هذا اللي بتذكره. وقدي تأثرت الوالد الله يرحمه، قدي تأثرت فيه، وشو علمك إياه يمكن ممكن تكون فيدك بحياتك اليوم كرجل ناجح؟ الوالد كان في عنده مبادئ اللي أنا مشيت عليها. أول شيء لأنه هي المبادئ الصحيحة، مش بس لأنه مبادئ الوالد، ولكن يعني ربينا ببيت دايما نقول حب الآخر، ما تحكي على الناس، كون أكيد من نفسك، قرر شو بدك تعمل بحياتك، وإذا فيك تكون مستقل بحياتك جرب تكون مستقل بحياتك. هالمجموعة الفاليوز اللي تربينا عليها عشنا على أساسها. لا كعائلة، وأنا كشخصياً وبعدني لحد اليوم بقول أهم شيء بالحياة تحب الناس اللي حواليك، ولما بتحب الناس اللي حواليك الناس اللي حواليك بتحبك. مزبوط، يعني هيدا إذا بدنا نقول التجاوب، التجاوب مع الآخر طبعاً. يعني هيدا التجاوب مع الآخر والتواصل مع الآخر. وتكون العلاقة دافئة مع العالم. أنا قولي لي شو بتكره بالحياة، بقلك الهيبوكراسي. When it comes to hypocrisy, it's something that I cannot accommodate. ما بقدر أتحملها. هذه أهم شيء بالنسبة لي، يكون الإنسان صادق، transparent، يكون صادق، يكون أمين بعلاقته مع 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 التاني، مع الشخص اللي عم يتعامل معه. الوالدة الله يطولها بعمرها بعدها عايشة، كيف اليوم تشوفها بتجي لعندك على دبي؟ عايشة هون، عايشة بلبنان؟ Unfortunately ما عم تقدر بقى تسافر تجي على دبي، بس دايما أنا بروح على بيروت، لأنه أول شيء بروح على بيروت لأنه الوالدة موجودة، وبعد في مثل ما قلت لك أختي موجودة بلبنان، وليت خيي موجودين بلبنان، وبذات الوقت في المكتب، لأنه أنا من بطبيعة شغلي بقضيها سافر بين المكاتب، لأنه عندنا نحن 13 مكتب بمنطقة الشرق الأوسط. بقضيها سافر، ولبنان بياخد الحصة الكبيرة، لأني
بالصيف بشتغل من مكتب بيروت، يعني بنزل أنا جون حزيران تموز آب. نعم لأنه بشتغل من مكتب كتير. لا بس إنه كمان بحب إني ما أكون موجود بس بدبي كل الوقت. نعم. كمان لأنه عندنا أوبريشن كبيرة ببيروت، فبحب أقضي وقت شوي بزيت الوقت كمان إنه بناخد فترة استراحة بالصيف. نعم. فلا دائما على تواصل دائم مع بيروت. نعم نعم أكو حل. بدنا نحكي عن هالموضوع بعد بآخر المقابلة أكتر. درست حضرتك مثل ما تفضلت وقلت بالجامعة الأمريكية. ليه قررت على الجامعة الأمريكية علما أنه هي من أحسن الجامعات بلبنان؟ وليه من يعني عملت العلوم السياسية الإدارية واليوم حضرتك فينا نقول أنه من أهم الشخصيات اللي برزت بعالم الإعلام؟ هذه قصة شوية طويلة. أول ما بلشت أول شيء فتت عملت حقوق. نعم. تاني سنة حقوق قررت أني تفضل كون بحقل تاني، فتركت رجعت الحقوق وفت رجعت على الجامعة الأمريكية لأني كنت بوقتها كنت حب السياسة. قلت أنا العلوم سياسية، هلأ بطلت حب السياسة لأنه ما عندنا سياسة بقى. ما عندنا سياسة بلبنان، في سياسة المخترة مش السياسة المضبوطة. فت على الجامعة الأمريكية وبطبيعة التخصص اللي عملته اللي هو مثل ما قلنا علوم سياسية وإدارية بذات الوقت، ولكن مثل ما أنت بتعرفي بالزمانات ما كان في عندك specialized schools for communication. فلما تركت الجامعة وكنت عم فكر شو معقول أقدر أعمل بحياتي، إجاني opportunity to join advertising. قلت أنا خليني فوت وشوف، خليني جرب سنة بالأول لأنه أنا بآمن بشغلي. إذا ما بتحب الشغلة اللي عم تعمليها ما تكفي فيها. مظبوط، لأنه ما بتنجح. ما بتنجح. أنا فومي إذا ما كان الواحد passionate about what he is doing صعب تزبط القصة. ففتت أول سنة على Young and Beacon، كنت بعدني أول يعني أول تجربة بحياتي. نعم. نعم. مثل ما شفنا ولد زياجترات ببيروت وهو من خريجي الجامعة الأمريكية سنة 1977. وبدأ مسيرته المهنية بلبنان وبعدها بالبحرين. إذا بتكون تعرفوا كيف انتقل إلى دبي خليكم معنا بعد البريك.
رح نحكي عن مسيرتك المهنية المهمة جدا. حضرتك بدأت سنة 1978 ببيروت ودخلت مجال الإعلانات مع يونغ أند روبيكم. خبرنا عن هالتجربة اللي هي أول تجربة لك بعالم الإعلان. مثل أي شاب بيطلع من الجامعة بالأول، ومثل ما بتعرفي بلبنان ما كتير كان في توجيه يعني يساعدوك قبل ما تظهري من الجامعة بأي اتجاه بدك تروحي. فبعض الأصحاب قالوا لي ليه مش إعلانات، ليه مش advertising؟ فافتكرت فيها، وبذات الوقت صار في opportunity بـ Young and Dubicum. رحت على Young and Dubicum، وكان التوجه تبعي أنه بفوت بجرب سنة، لأنه أنا اللي بآمنه أنه if you want to build a career، إذا بدك تروحي باتجاه معين لازم تعطيها وقتها القصة. لا. وما لازم الواحد يقضي ينقل من محل لمحل. قلت خليني فوت جرب سنة. نعم. إذا انبسط بحق الإعلانات كفي، وإذا ما انبسط يعني. إذا كنت طبعا، لأنه أنا بآمن إذا ما بتحب الشغلة ما بتنجح فيها. صح. مش بس حب، لازم يكون الواحد passionate. إيه شغف، يكون في شغف بالشغل. فت أول سنة وكان حظي كتير منيح إني اشتغلت على Procter & Gamble اللي نعم. كان يعتبر إنه تحدي يعني. فمن بعد ما مرق 6 شهور قررت إنه no advertising is where I want to be. وقررت من ساعتها أني كفي بالأدفرتايزينج. وبعد ما مرق علينا سنة بسبب الحرب بلبنان جربنا ننقل الأوبريشن على أتينا. نعم. يونغ أند دوبيكم اللي هي مسؤولة للميدل إيست كمان. نعم. فنقلنا، كان المطار مسكر وكل شيء مسكر. نعم. ووقتها بعتوني أنا اشتغلت 2 شهر من مكتب بإيطاليا كمان، وبعدين نقلنا على أتينا. وب79 أواخر 79 قررت يونغ أند دوبيكم تسكر بمنطقة الشرق الأوسط وتترك، فرجعت أنا على لبنان. ساعتها غيرت يعني سنة 1980 دخلت رايحة الإعلانات، فتت على مزبوط. مجموعة النهار. خبرنا كيف كانت تجربتك اللي ما حبيتها ورجعت قررت بعدها أنك تفوت ترجع على حقل الإعلان. لما رجعت على بيروت اتصلوا فيي، كان المسؤول عني كمان بيونغ أند دوبيكم، قال لي في opportunity بالنهار لتسويق النهار العربي والدولي، المجلة اللي كانت نعم. موجودة بهذاك الوقت، وريدرز دايجست اللي كان اسمه المختار نعم. بالعربي. وكنا نروح على HNC ببيروت، لأنه كانت هي الأدفرتايزنج ايجنسي اللي عم بتساعدنا تو بروموت النهار العربي والدولي والمختار. وإذ بيقولوا لي مدير الشركة اللي كان CEO بهداك الوقت شال حمصي اللي تعلمت منه كتير بحياتي، وفريد شهاب اللي هو بقي مزبوط بعده مع مسيرتي طويلة، فقال لي ترجع على حق الإعلان. وهني أساساً كانوا يشتغلوا من قبل بيونغ أند دوبيكم، قبل ما صاروا HNC. نعم. فقالوا لي جاي لي وبنات على منطقة الشرق الأوسط، وبدنا شخص حتى يجي يستلم فيليب موريس. سو حطوني وقتها as regional account director على فيليب موريس. نعم. هنا عم نحكي 81 بال 81 يعني بال 81 مرق سنة علي سنة، وقررت أني أنا I'm not in my element. يعني ما حبيت تقلك الحقيقة أن يكون عم سوق وبيع الميديا سبيس. نعم. فقررت أرجع to where I belong. وكان في فرصة حلوة، وكان في فرصة طبعا، لأنه اجتني الفرصة مثل ما قلتلك. نعم. على يعني it was an opportunity. Leo Burnett is coming. Okay. joining HNC and فرصة. They picked ونقوا إن HNC من عدة شركات كانت موجودة. نعم. فقررت بلش مع HNC. يعني حالتك من سنة 1981 مع هالشركة العالمية. مزبوط. يعني مع 34 سنة. حلو. دخلت ليو برنات HNC ليو برنات. خبرنا عن هالتجربة قبل ما تبلش تسافر يعني برات لبنان. بال 86 نعرف انه رحت على البحرين، لكن خبرنا شوي بلبنان شو كانت مسؤولياتك بلبنان، وكيف كانت تبليشتك بهالشركة اللي لك 34 سنة فيها. بلبنان كان التركيز كله على مثل ما عم بقلك على فيليب موريس يعني مالبرو at that time. نعم. وكنت مسؤول على كل الجوانب الإعلانية، على كل البروموشنز اللي للمنطقة مش بس للبنان. كان في شيء اسمه دبان أرب وقتها، ف
فكنا مسؤولين عن لبنان از لوكال ماركت وعلى البان اب ماجازينز بهداك الوقت كانوا كتير ناجحين وكانوا عندهم انتشار كتير كتير مهم بمنطقه الشرق الاوسط. وبقيت هلا طبعا بهذه المرحله من سنه ال 80 لسنه ال 86 بتعرف شو صار بلبنان. الحروب، الحرب الاسرائيليه، ننقل من مكتب لمكتب، نهرب تحت القصف، ما في لزوم نخبي كيف كنا نشتغل. عشناهم عشناها، كانت تجربة كتير كتير صعبة. بسنة الـ 86 طلب مني اني اجي افتح مكتب البحرين. ونقدر نفتح مكتب بحرين ودبي والكويت. وكانت وقتها هيدي مبادرة من زبون تبعنا اللي طلب منا انه بهمه نكون عندنا وجود ويكون عندنا يعني to be able to handle the business بهالمناطق هيدي. فجيت على البحرين سنة الـ 86 وفتحنا مكتب البحرين ودبي وكويت. طبعا كانوا مكاتب كتير 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 صغيرة يعني. والسوق كيف كان وقتها؟ أول ما جينا لهون كان السوق بعده صغير، ومثل ما قلت لك أول ما وصلنا كنا واصلين just يعني to service Philip Morris and Procter & Gamble. ما كان في عندنا شيء. كان البحرين هو الهيد أوفيس لمنطقة الايس أو اللور غلف. ودبي والكويت كانوا سبورت اوفيسز للبحرين. بالسنة ال 89 جيت على دبي. جينا على دبي، قررنا انه وي شود دو ذا هيد اوفيس ان دبي. ليه دبي وقتها؟ اكيد دبي ما كانت شو هي اليوم. رح اقول لك ليش. هين كثير كان مكتب فيليب موريس الريجنال كان بالبحرين، قرروا ينقلوا هني على دبي. وبما انه كان هو اهم عميل عندنا بالشركه فقررنا احنا طبعا ننقل معه على دبي. فجينا على دبي وكانت بداية المسيرة ما بيقولوا. لأنه لما فتحنا بال86 بدبي كنا 3 أشخاص. لما جينا من البحرين كنا حوالي 20-21 شخص. اليوم نحن 300 شخص. يعني وصلنا على دبي، بلشنا بمحل وانتهينا بمحل. وكان التطور أكيد سريع، ولكن جهدك كمان بالشركة كان التطور فيني أقول سريع. لأنه بالمنطقة يعني بالمنطقة اللي كانت تقريباً، لأنه أول شيء المنطقة كانت في جروث عم نحسه موجود، نمو كتير كبير، نمو كتير كبير. وكان طبعا أهم شيء بمصلحتنا نحن كارن هو العنصر الإنساني، the talents that around you. ليو برنت اللي أسس شركة ليو برنت العالمية كان يقول no one is better than all of us. حلو. يعني منا هي مسيرة شخص، هي مسيرة مجموعة. لو ما في حوالي شباب اللي كانوا يؤمنوا بنفس الرسالة بـ same set of values and principles ما كنا قدرنا نجحنا ونوصل لمحل ما نحن. إذا بتطلع اليوم على المانجمنت تيم بليو برنت، المانجمنت تيم بليو برنت كله ربي بليو برنت، طلعوا من ليو برنت. يعني ما في كبروا مع ليو برنت. ما في عندي مدير مكتب اليوم اجى من برا. كل المدراء وكل الاشخاص اللي موجودين بمواقع اساسيه قياديه هن ربيوا بليو برنت وطلعوا من صفوف ليو برنت. حلو. يعني هيدي السياسه نحن بنؤمن فيها. يعني في علاقه صداقه وبذات الوقت انتم بتعطوا وهن بيعطوكم. يعني صار في تواصل، صار في نفهم على بعضنا، كلنا مثل ما بيقولوا committed to deliver against the same set of values and objectives. We had clear objectives. كل واحد كان من قلبه عم يعطي، كل واحد يحس انه هيدا بيته. كل واحد يحس مش انه وظيفة. لانه اليوم بالحياة فيك تعملي شغلة من اثنين، يا تنقي وظيفة وتقولي هيدا اللي موجود، يا اما بدك تبني كارير. So الشباب اللي حواليه كلهم they build their career in communication because they believed in what they are doing. Amen. So كان في a very clear mission، كان في a very clear vision. And together collectively as a group of outstanding talents اللي أنا I'm proud of them. أنا عن جد فخور، لأنه بيجي بقول ما في إنسان نجح بحياته في يقول النجاح هو بس الفضل فيه لإله. أكيد هو الفضل للناس اللي حواليه، للمجموعة اللي حواليه والشغل اللي سواه. طبعا حلو. ولما جينا لهون مثل ما قلت لك كان عندنا فيليب موريس وبروكتر أند جامبل كانوا يشكلوا يمكن
حوالي 90% من شغل من الـ من الـ من البزنس تبع ليوبرمان. نعم. انا اليوم فخور انه بعد هالسنين هيدي قدرنا نوصل لمحل صاروا المالتي ناشونال اكاونتس بشكله 50% او حتى 45% واللوكال وريجنال كلاينتس بشكله 50 او 55%. فقدرنا نبني طبعا وجودنا بمنطقه الشرق الاوسط نقدر نجذب مش بس المالتي ناشونال كلاينتس اللي هن كلاينتس لليو بيرنت بالعالم. لا قدرنا نجيب اليوم صار في عندنا مجموعه من الزبائن بكل منطقه الشرق الاوسط ان كان بالسعوديه ولا بلبنان across the region. صار في عندنا a long list of regional and local clients that we are proud to be their partners. حلو. اكيد يعني اذا فخور نحن فخورين ايضا بمسيرتك المهنيه وبهالشركه اللي تطورت كمان من وراء جهودك وجهود هالمجموعه اللي عم تحكي عنها. سنه 1991 اصبحت المدير التنفيذي لشركه ليو بيرنات بشرق الاوسط وشمال افريقيا، يعني اكيد صار في مسؤوليات اكبر طبعاً. شو هي وشو هي الصعوبات وشو هي التسهيلات اللي واجهتها بمنطقه مثل الخليج؟ هو الحقيقه كان تحدي لاني انا ما كنت منتظره، لانه كان بوقتها السي اي او شارل حمصي اللي كلنا بنحترمه وتعلمنا منه كثير، فبعت وراي وقتها الجلوبال ليدرشيب وشارل حمصي وفريد شهاب على اجتماع صار بقبرص، وقالوا لي فاجئوني انه شارل حمصي قرر تو ريتاير، قرر يعطي فرصه لغيره قرر. فشارل وقتها سماني والجلوبال مانجمنت قرروا انه يمشوا بهالتسميه وسالوني اذا مستعد اخذ التحدي. اوريدي انا كنت مثل ما عم بقول لك مسؤول عن هالثلاث مكاتب، فطبعا انا ما بخاف من التحدي، بالعكس نهار البطل في تحدي بتكون نهايه المسيره. فقررت امشي بالتحدي. وكان وقت الشباب اللي مسؤولين عن المكاتب موجودين بهذا الاجتماع ونعلنت القصه وقررنا بدء المسيره من سنه 91 حتى نقدر نقوي ليو بيرنات ونقدر نكون شو نحن اليوم. يعني نحن اليوم صار في عندنا 13 مكتب. لما ليو بيرنات اجوا على منطقه الشرق الاوسط بال 81 كان في بس ثلاث مكاتب. كان في السعوديه ومصر ولبنان. اليوم صار في عندنا 13 مكتب. كنا 70 شخص بال 81، نحن اليوم 750 شخص. هيدا بدون ما احكي عن بيبليسيس، اذا بزيد بيبليسيس عليها بتزيد عليها 150 شخص وخمس مكاتب فوق 13 مكتب. حلو كثير. اليوم عم تحكي عن تحديات ولكن كمان تحديات كثيرة بمجال الإعلان. ليه؟ لأنه اليوم كثير ناجحين بدبي والمنطقة الخليج هن الشركات للإعلان وغيرها للتسويق، أخذين الحصة الكبيرة من سوق الخليج. اليوم أديت تحديات كبرت لأنه صار في شركات عالمية غير واسم الله، يعني أغلبية المدراء هن اللبنانيين كمان وتحية لهم كلهم. اليوم أديت تحدي كبير وصار أكبر بهالمجال. التحدي بهذا المجال موجود مش بس بمنطقة الشرق الأوسط، مثل ما رح نحكي بعد شوي. أنا صرت a member of the global executive leadership team. نعم قلت لي أنه بعد خمس سنين رح نحكي فيها. بس إذا عم بحكي عنها هلأ بس حتى أقلك لما بنجتمع بنعرف أنه هيدا تحدي عالمي، ما عاد تحدي بس لمنطقة الشرق الأوسط. ما بين الإيكونوميكال كرايسيس that the world is living وما بين سقوط سعر البترول وما بين الحروب اللي عشناها بمنطقة الشرق الأوسط، تحدي دائم. لأنه إذا نجي نطلع نحن حتى بمنطقة الشرق الأوسط، إذا بتطلع من 91 لليوم، من حرب الخليج الأول، حرب الخليج الثاني، الحرب اللبنانية، هلأ طبعا ما قبل 2008 كان النمو يعني صحي بشكل وسريع جدا. يعني كنا we were growing the days in double digit، يعني 26-27% year on year لحتى إجت الكرايسيس العالمية. وطبعا اثرت مش بس على الادفرتايزنج اندستري، اثرت على كل الاندستريز الموجوده بالسوق، على كل المجالات. ولكن بعد كل حرب كنا نرجع ننتفض ونرجع نقول الطريق المسيره بدها تكفي. فما في يوم من الايام خلينا الموانع اللي عم بتصير اللي هي منا بايدنا خارجه عن ارادتنا تكون هي عائق حتى نرجع ننطلق من اول وجديد ونجدد حالنا and to reinvent ourselves. حلو.
يعني عم تحكي عن صعوبات قطعتوا فيها، خاصة ما قلت بحروب الاقتصادية وغيرها، بس قدي اليوم حكومة دبي ساعدت هالمجالات، إن كان خاصة مجال الإعلان لهالنهضة من جديد، وقدي عطيتهم تسهيلات. حكومة دبي إلى فضل كتير كبير، أول كل شيء تقدر to attract all the advertising agencies to create their head offices in Dubai. I think this is major. مهم انه قدروا يجذبوا كل شركات الاعلان، لانه اليوم بتطلعي على كل الهيد اوفيسز موجوده بدبي. نعم. هيدا لها كثير فضل دبي. ليه دبي؟ لانه لما تعيشي بدبي، خصوصا نحن اللي جينا من 25 سنه على دبي، ومشينا بالرحله اللي دبي مشيت فيها من سنه ال 89، من سنه 89 لليوم، نحن شاهدنا كل حركة النمو اللي صارت بدبي. أنا بيسألوني بيقولوا لي شو في شيء خاص في دبي، بقول لهم أنا كل يوم منوع فيه على بكرة في شيء جديد بدبي. حلو. الأوبتيميزم، التفاؤل الموجود، الدرايف اللي موجودة، هيدا كله بينعكس علينا إيجابيا لكلنا. صح. لأنه بتكوني عايشة بمحل مثل دبي، لما يكون عندك كل التسهيلات، لما يكون في عندك كل وسائل الاتصال متاحة لإلك، إن كان للسفر ولا كان التليكوم ولا إن كان المعاملات مع الدولة، ولا كيف ما طلعت عليها، كل شيء مسهل بشكل ما فيك إلا ما ترفعي القبعة وتقولي شابو دبي. بس أهم شيء برجع بيجي بقول هو هالتفاؤل اللي بينعكس على نفسية كل شخص موجود في دبي. So خلقوا لنا opportunities، خلقوا لنا مثل ما بيقولوا the platform that will help us especially in our business in communication. مفروض يكون في عندك كل هالتسهيلات، مفروض يكون في عندك المعطيات، مفروض يكون في عندك الجو اللي بيسمح لك أنه تتطور بهالسرعة، تتطوري وتقدر تقدمي لقدام. نعم. اليوم كحق الإعلان بدبي، وين أنتو نسبة للبلدين الأخرى مثل الولايات المتحدة، أوروبا؟ اليوم أبداً ما أنا لما أحكي عن لما حدا بيسألني هذا الموضوع بقول له ما بقى حدا يسألني هذا الموضوع، لأن ما بقى في عنا عقدة أبداً، لأنه أنا لما بروح بجتمع وبشوف وشو عم بيصير بمكاتبنا بشيكاغو ولا بلندن ولا بباريس ولا بهونغ كونغ ولا بسنغافورة ولا wherever we are at par. نحن اليوم طبعا اليوم اذا بتطلع على شركات الاعلان، ما عم بحكي بس عن ليو بنات، عم بحكي عن شركات الاعلان الموجوده بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. لما منوع على كان اللي يعتبر اهم فيستيفال للاعلانات بالعالم، صح، وبشوف انه منطقه الشرق الاوسط صار لها حصه لا يستهان بها من المجموع الجوائز اللي توزع بالعالم، معناتها وي كيم اي فيري لونج واي. أنا بقدر أقول صغيرة. أنا بقدر أقول إن بآخر 10 سنين منطقة الشرق الأوسط لما بنجي نحكي عن الستاندردز المستوى، نعم، الإعلاني، إذا بتقارنيها مع أي بلد موجود في أوروبا أو بشمال أو بنورث أمريكا أو وير إيفر، أنا أي ثينك وي آر أت بار، ونحن شايفين حالنا وما عندنا أبدا عقدة إنه نطلع لبرا. نعم. بالعكس اليوم في عدة كامبينز عملناهم نحن، نعم، بلشوا بمنطقة الشرق الأوسط وطلعوا لبرا. يعني نحن اليوم عملنا كذا حملة إعلانية، ابتكرنا حملات إعلانية اللي بلشت هون وراحت على لاتين أمريكا، راحت على روسيا، راحت على الهند وباكستان. عملنا كتير إشياء موجودة بمنطقة الشرق الأوسط، سافرت من الشرق إلى الغرب، مش دائما من الغرب إلى الشرق. حلو كتير. واليوم كيف تطلعاتكم للمستقبل؟ يعني إذا بهالسرعة عم تتطوروا او رح تسبقوا غيركم كمان؟ يعني هلا يعني بدي اقول لك شغلي، النمو ما عاد سهل مثل ما كان من قبل، لا بمنطقه الشرق الاوسط ولا بالعالم كله. صح. اليوم اذا الواحد بيقدر تو بريزنت ا سنجل ديجيت جروث يير اون يير بتكون منيح، بتكون يعني كثير منيح. اذا نسبه 1% من اذا نسبه 3-4% 5% اليوم تعتبر انه هذا انجاز، لانه في عندك بعض الأسواق العالمية في عندهم نيجاتيف جروث أو في عندهم زيرو جروث فلات. نعم. يعني فالتحدي موجود. نعم. يعني اليوم تدررتوا شيء أنتم من الحروب عم تصير بالمنطقة العربية؟ طبعا هيدي بعد ما حكينا عنها. نعم. لأن عكاس
في عندك انعكاس نفسي psychological factor نعم. بيأثر. بعدين في بعض الزبائن العالميين اللي بنمثلهم في عندهم أسواق تبخرت، يعني في عندهم أسواق اللي كانوا عم يتطلعوا عليها بأمل، يعني مثل السوق العراقي، مثل السوق السوري، مثل الانعكاسات تبعية المشاكل بسوريا على لبنان والأردن وكل المنطقة. فطبعا هيدي رح تأثر، لأنه بتأثر فعليا من حيث تأثر الشغل البزنس تبعهم، وبذات الوقت في psychological factor. يعني اوكي أكيد. نحن عايشين ان ان اويسس، عايشين في دبي اللي ما عم تقدمنا الا كل التسهيلات للنجاح وللتطور، ولكن عايشين ما ننسى المنطقه اللي نحن عايشين فيها، زيد عليها ايكونوميكال ديفيكولتيز بالعالم وبذات بذات الوقت كمان سعر البرميل البترول، لانه سعر برميل البترول بهمنا نحن لسبب بسيط، انه نحن عايشين باقتصاد اللي كتير بيتأثر بالدولة. نعم. يعني إذا الدولة صرفت بينعكس على كل الشرائح بالمجتمع، على كل الاندستريز بالمجتمع. وإذا الدول قررت أنه ما تقدر تصرف لأنه كان معمول الفوركاست شيء وانتهينا بسعر البترول بشيء تاني، كمان هي بتأثر علينا. نعم. وبعدين في توجه بس بحب أقوله اللي هو مش بس منطقة الشرق الأوسط، بالعالم الزبونات كلهم بيطلبوا أكثر وبدهم يدفعوا أقل. نعم. هيدا تحدي كتير كبير لإلنا. اللي عم نجرب دايما نحاول نوصل فكرتنا. نعم. ونوصل القيمة المضافة اللي بتجيبها شركة الكوميونيكيشن وادفرتايزنج ايجنسي تو ذا بزنس اوف ا كلاينت. فهيدا شوي حوار صعب، ولكن حوار دائم عم بيصير بالمنطقة عندنا وبكل المناطق حتى نقنع الزبائن يدفعوا لشركات الإعلان اللي بتستاهلوا شركات الإعلان يدفعوا لهم مقابل الأدد فاليو اللي عم بيجيبوها ل ل ل ل للبراند ذات وي ريبريزنت. نعم. كنا عم نحكي أكيد عن المنطقة والصعوبة اليوم اللي عم بتواجهوها، وحب أحكي عن سوق لبنان شوي، لأنه حضرتكم كمان عندكم مكتب مهم ببيروت. الحرب أكيد من 75 لليوم جابت كل هالمشاكل إلى كل المجالات، أكيد مش بس الإعلان، ولكن في كمان أنه مجال الإعلان تطور كتير بلبنان، يعني ما كتير نحد بالمشاكل الأمنية والسياسية، بالعكس يعني أنا بالإعلان وبهذا الحق لو بعرف وين اليوم السوق اللبناني وكيف بعده مستمر. رح جاوبك عليها. I think جواب شوية هيين. When there is a will there is a way. بعتقد بطبيعة اللبناني ما بيقبل ينكسر. لأنه كان في عنا كل المعطيات أنه تقدر توقف الطموح اللبناني. وأوقات الناس بيسألوني لما بسافر على شيكاغو أو wherever بالعالم بيقولوا لي كيف بعدكم مكفيين، لأنه طبعا بيسمعوا اليوم مع CNN وبي بي سي وكل التيفيات العالم موجودة، بقلن بالنتيجة في سبيريت عند اللبناني اللي علمته مع كل الصعوبات اللي ما فيها انه ما في فينش لاين، بدنا نكفي. صح. لو شو ما كان التحدي ولو شو ما كانت الصعوبات بدنا نكفي. مزبوط. ولو ما كان عندنا هيدي النفسية كنت بقلك بكل صراحة ما كنت بعتقد قدرنا نوصل لحل محل ما نحن وصلنا. صح. مع كل اللي صار نحن بحياتنا ما ضعفنا وجودنا بلبنان. نعم. مع كل التركيز اللي صار لأنه الهيد أوفيس is in Dubai. نعم. For all the obvious reasons. بس بذات الوقت نحن ما ضعفنا مكتب لبنان ولا يوم من الأيام، بل بالعكس بقينا investing in the operation in Lebanon. واليوم تستثمر. مزبوط. واليوم مكتبنا بلبنان منه مسؤول بس عن لبنان، هو كمان بدك تعتبر انه هو ريجنال اوفيس مسؤول عن الاردن العراق ولبنان. نعم. وطبعا كان سوريا قبل الاحداث الاليمه اللي صارت بسوريا. سو ما بحياتنا وقفنا نفكر انه الطريق هي لقدام بلبنان. نعم. ومثل ما قلت، مثل ما عم نعمل انفستمنت بالسعوديه ومثل ما عم نعمل انفستمنت بدبي، كفينا نعمل زيت الانفستمنت بلبنان، وكل المعطيات اللي عايزينها وذا بلبنان ولا بلبنان بلبنان ولا بالسعودية ولا بدبي مكفين فيها نحن.
لأنه اليوم advertising منه مثل ما كان من قبل. مزبوط. اليوم مع السوشيال ميديا اللي صارت، إذا كانت الشركات الإعلانية ما will not reinvent itself، مزبوط. in my opinion بتكون هيدي نهاية الرحلة. تتواكب التطور. صار في إشياء الشركات الإعلانية اللي ما واكبت التطور وما شافت التطور كيف ماشي وبأي سرعة، أنا برأيي رح يوصل وقت التحدي رح يكون كتير كتير كبير بالنسبة لإلهم. صح. اليوم كيف علاقتك؟ بنعرف أنه في كتير شركات إعلانات عالمية ببي دبي، ومثل ما قلت قبل كل المدراء تقريباً لبنانيين. كيف علاقتك معهم يعني كجالية لبنانية وكمان هني زملاء وبذات الوقت في نوع ما يعني تضارب؟ أنا بعتبرهم كلهم personal friends وبذات الوقت colleagues بالمصلحة. نعم. وبحياته ما كان التنافس إلا على أسس إيجابية. نعم. Let the best win at the very end. يعني الأفضل let the best win. نعم. وبنفوت بعدة pitches together وبالنتيجة اللي بيربح من هني. نعم. وفي بيناتهم أصدقاء كتير مقربين لإلي وبعتز بصداقتهم، ومنجرب قدر الإمكان نضلنا ننسق بين بعضنا للمصلحة العليا، يعني مصلحة الاندستري at large. من 5 سنين تقريباً حضرتك أصبحت عضو في ليو برنيت executive leadership team. شو هالمجموعة وشو هن مسؤولياتك؟ executive leadership team consists of 10 people. نعم. اللي هن the CEOs of the top 10 markets بالعالم. أوكي. نجتمع 6 مرات بالسنة. نعم. ونبحث بكل القضايا اللي بتخص شركة ليو برنيت العالمية. نعم. استراتيجيز، بزنس استراتيجيز، كل الأمور اللي بتتعلق بشركة ليو برنيت العالمية تحط على طاولة البحث والتدقيق، ومنرسم دائما الاستراتيجيز the future strategies of ليو برنيت جلوبال. نعم. سنة 2013 حضرتك أصبحت المدير التنفيذي لبيبليسيس وورلد وايد جروب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هيدي مجموعة جديدة من هالشركات العالمية، خبرنا ليه حضرتك اختاروك وشو المسؤوليات الجديدة اللي عندك إياها؟ ليش اختاروني؟ أول كل شيء مثل ما أنت بتعرفي ليو برنيت مملوكة من شركة بيبليسيس جروب. نعم. العالمية اللي هي الهولدينج جروب، وببليسيس وورلد وايد is an advertising agency like ليو برنيت that is owned by the same holding group اللي هي ببليسيس جروب. نعم. with an E. نعم. يعني ببليسيس جروب هي اللي صاحبة طبعا هي اللي تملك هي اللي تملك ليو برنيت واللي بتملك ببليسيس وساتشي اند ساتشي وعدة شركات. نعم. فطلب مني بمنطقة الشرق الأوسط انه اهتم كمان ببليسيس نقدر كمان نطور ببليسيس مثل ما اشتغلنا على ليو برنيت وطورنا ليو برنيت، وببليسيس اوريدي عندها حضورها وعندها وجودها، ولكن المسيره تستمر. يعني نحن ما بنكتفي باللي وين موجودين، نحن بدنا دائما نحسن وبدنا دائما نقدم لقدام. يعني تحديات جديده تحديات جديده ولكن تحديات حلوه اللي بتطلع عليها بكل تفاؤل. نعم. وبكل تصميم. بس تراد حضرتك حائز على وسام الأرز برتبة فارس سنة 2005 من رئاسة الجمهورية بلبنان. قديه هيدا فخر إنه واحد يكون مقدر ببلده؟ طبعاً نعتز فيها للقصة، ولكن هيدي بالنتيجة لما بيجي التقدير هو طبعاً نتيجة شيء، وهيدا كان نوع من ريكوجنيشن لأن حكومة دبي بهذاك الوقت. نعم. عينتني أنا والصديق جوزيف غصوب. نعم. عينونا بمجلس الإعلام. نعم. تبع دبي. نعم. وكنا الشخصين الوحيدين اللي منا إماراتية. نعم. فبلبنان اعتبروا أنه هيدا نوع إنجاز. من الإنجاز. أكيد. للجالية اللبنانية، وهيدا كان مش برأيي هو نوع من الريكوجنيشن مش بس لإلنا. نعم. لكل الجالية اللبنانية ومساهمة الجالية اللبنانية في دبي. نعم. حضرتك من 6 شهور مع 3 شخصيات لبنانية أيضا عينتوا بمجلس دبي للتصميم والأزياء، خبرنا أكثر
عن هالمجلس؟ هذا المجلس لما بتفكري فيها، لما بتفكري في دبي، بعتقد ما في قطاع دبي ما قدرت تبدع فيه وتقدر تكون مركز اللي attract people from abroad to come to Dubai. نعم. فطلب منا نحن، طبعا نحن أربعة لبنانيين من ضمن مجموعة أكبر من أربعة أشخاص اللي فيها شخصيات إلى علاقة مباشرة بحقل التصميم والأزياء. نعم. والهدف منها نقدر مثل ما دبي قدرت تكون مركز إقليمي لعدة شركات ولعدة إندستريز بالعالم، ليش مش كمان دبي تكون مركز إقليمي وعالمي للتصميم والأزياء؟ بروحية دبي، بالأوبتيميزم تبع دبي، بالدرايف تبع دبي، مفروض كمان يكون حقل التصميم والأزياء مهم. يكون مهم. نعم. وليش مهم؟ لأنه يعطي مجال للمصممين، إن كانوا مصممين أزياء ولا إن كانوا ديزاينرز at large، إن شاء الله بيكونوا ديزاينرز، furniture designers، product designers، artists، architects، whatever، يقدروا يكون في عندهم مجال يقدروا ينطلقوا منه من دبي، واللي هو مفتوح لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والباكستان وكل المنطقة، يقدروا ينطلقوا منه إلى العالمية. حلو. فهذا هو الهدف، إنه to position دبي تيكون مركز إقليمي وعالمي للتصميم والأزياء، يعطي فرصة لكل التالنتس الصاعدة منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأكبر من منطقة الشرق الأوسط. نعم. للانطلاق في عالم التصميم والأزياء. حلو. وحضرتك أيضا رئيس الفخري لجمعية خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت بدبي، يعني هذا لأنك أكيد حضرتك من خريجي الأيوبي. طبعا يعني الأيوبي عطتنا كتير. نعم. فمنه قليل نقدر نعطي جزء من اللي عطيتنا إياه الأيوبي. الأيوبي هي اللي مكنتنا ننطلق بحياتنا ونوصل لمحل ما نحن وصلنا، فأقل ما يمكن هو نقدر نعطي back to AUB. هلأ شو اللي بنعمله نحن؟ شو النشاطات؟ النشاطات يعني الهدف الأول والتركيز اللي نحن عنا إياه، نقدر to raise funds and money حتى نقدر نساعد الشباب والصبايا بلبنان اللي ما عندهم القدرة المادية حتى يلتحقوا بالجامعة الأمريكية في بيروت. نعم. فنحن وصلنا اليوم كألمناي أيوبي ألمناي بدبي والإمارات الشمالية نقدر نعلم 100 تلميذ كل سنة، يعني نحن عم نساهم بمساعدة 100 تلميذ في لبنان اللي هن بحاجة لدعم مادي تيقدروا يكون عندهم الفرصة تيقدروا يعني منح مدرسي، منح مدرسي للجامعة الأمريكية. حلو. هيدا هو الهدف الأساسي اللي عنا إياه نحن. نعم. إذا بترجع من ستراد تطلع هيك لورا على كل مسيرتك المهنية الناجحة والمميزة، شو بتحس؟ شو شعورك؟ ومين تتذكر؟ أول شيء بتذكر شخصين اللي إلهم الفضل الكبير اللي هني أسسوا الشركة، اللي هني شال حمصي وفريد شهاب. نعم. اللي تعلمت منهم كتير، واللي إذا بعتبر أنا نجحت بمسيرتي هني إلهم فضل كتير كبير. شارل قرر يمرق المسؤولية لإلي، بس فريد كفى المسيرة معي. وفريد هو شخص كل من يشتغل بحق الإعلان بيعرف مين فريد شهاب. زلمي أقل شيء فيني أقوله أنه عطى من نفسه، من روحه، من يعني زلمي معطاء بشكل لا يوصف. وبذات الوقت إنسان إذا يعني بدي أعطيه حقه وبقول هو قدر يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى التفكير الإعلاني والكرياتيفيتي بمنطقة الشرق الأوسط. تحية كبيرة له. والتحية كمان الأكبر هو اللي قلت حكيت عنهم بالأول، ما بدنا نسميهم الجندي المجهول لأنه منهم مجهولين، هن الأساس، وبدونهم أنا ما كنت قدرت أوصل لمحل ما وصلت، وما كنت قدرت أوصل الشركة لمحل ما هي.
كل زملائي مدراء اللي موجودين across the region وكل شخص موجود بليوبونات بيعتبر ساهم بطريقة فعالة ومباشرة بمسيرة النجاح إذا ما بدك تسميها مسيرة نجاح. دخل راجاترات HSC ليوبرنات سنة 1981 وبعد انتقل إلى البحرين وأصبح المدير التنفيذي لهالشركة العالمية سنة 1991 وساهم كتير بتطورها. إذا بتكون تعرفوا مدى تعلقوا ببناته خليكم معنا بعد البريك. رح ننتقل هلا ونحكي عن العائلة اللي هي جزء لا يتجزأ من حياتك. بعرف انه تعرفت على زوجتك سوزي بلندن وتزوجتوا سنة 1979. خبرنا كيف تعرفت عليها وهالقصة الحب والإعجاب الكبيرة اللي اسم الله يعني بعدني لهلا تعرفت عليها يعني وشفت الحب بعيونها لك والمتبادل. خبرنا عنها. هيدا أهم تشابتر بحياتي لأنه بدونه بعتقد أنا في كتير قصص يمكن ما كانت تحققت بمسيرتي المهنية. أنا وسوزي اثنيناتنا كنا بالأيوبي الجامعة الأمريكية ببيروت بس ما كنا نعرف بعضنا. ثاقبت أنه بتعرفي جامعة أمريكية كبيرة مع أنه كنا بذات الكلية يعني بذات الكامبوس بس ثاقبت أنه ما التقينا. وفي أصدقاء مشتركين هي بتعرفهم وأنا بعرفهم ولكن إحنا ما التقينا.
كنت بفرصة بلندن وسائبت سوزي مع أهلها بفرصة بلندن، التقينا بالأوتيل. وإذا بتآمني أنا بآمن لأنه صارت معي الحب من أول نظرة. لا بآمن هيدا اللي صار. التقينا باللوبي، طبعا ضربت عيني عليها دغري وصرت فتش على طريقة كيف فيني أوصل لإلها وأعزمها حتى نظهر سوا. وظهرنا سوا بلندن، فقضينا أول أسبوع بلندن، وبعدين رجعنا طبعا على الأيوبي على بيروت. كنت أنا بعدني ما تخرجت وهي كانت ما تخرجت، فكفينا ببيروت و فتزوجت. 78 خطبنا، 79 تجوزنا. وهيدا كان أهم خطوة وأهم خيار عملته بحياتي. أكيد هي وكابتك بمسيرتك المهنية، وإجت يعني سافرت معك طبعاً على البحرين وبعدها على دبي. وكانت قدي كانت مهمة بحياتك سوزي، مش كزوجة بس كامرأة عم تتسمى عليك، عم تعطيك نصايح، ويمكن عم بتشارك أيضا بقراراتك. سوزي زوجة وصديقة وحبيبة ومستشارة وأم. raised two great girls that I'm proud of them. أنا فخور فيهم أكيد. هلا رح نحكي عنهم. فخور بمسيرتهم، وكتير تأثروا بعتقد بجو البيت، إن كان طبعا جو الحنان بيجي أكتر شيء من الأم. طبعا أنا ساهمت قد ما بقدر، بس طبعا الرجال موجود صح مثل ما بتعرفي معظم الوقت خارج البيت. فسوزي بالنسبة لإلي will always remain the love of my life. على كل حال تعرفنا عليها وشفنا قد ايه هالروح الحلوه، وهي ايضا عندها هالذوق وهالفن. يعني اكيد وكابتك بهالحقل الاعلانات اللي بده كتير متطلبات عندها يهون ايضا. ومثل ما حضرتك قلت، وانا من اول اجتماع صار معك شفت قد ايه متعلق ببناتك. يعني حطيت لهم صوره بناتك وزوجتك، انا فكرتها بنتك ايضا بالصوره. وشفت قد ايه متعلق فيهم. لمن سوزي انجبت نادين بنتك الكبيره اللي يحيي بامريكا وصارت كمان مشهوره. يعني she's a fashion designer مع يونيكلو بنيويورك. يعني اسم الله على خطى والدها. شو شعرت انه انت رح تصير بي او صرت بي وهالبنت الصغيرة بين إيديك؟ مثل ما بيقولوا البنات للبي، مش هيك بيقولوا؟ نحن عنا بلبنان بنقول إيه. فالبنات كانوا كتير كتير قراب مني، ولكن بالنتيجة أبنائكم ليسوا لكم، أبنائكم أبناء الحياة. وصل لوقت صار بدهم يروحوا يتعلموا برا. فنادين صار لها 13 سنة أو 14 سنة برات دبي، لأنه تركت وقت خرجت الهاي سكول راحت على لندن عملت جرافيك ديزاين، رجعت راحت على باريس عملت دبل ميجر عملت فاشن ديزاين، اشتغلت بباريس از فاشن ديزاينر، بعدين راحت على نيويورك. ناتالي الصغيره الاصغر اللي كمان راحت على باريس، درست بباريس، رجعت راحت على نيويورك درست ببارسونز كمان فاشن ديزاين، عملت فاشن ديزاين بباريس وعملت فاشن ديزاين اند مانجمنت ببارسونز نيويورك. عملت تريننج هونيك واجت قررت ترجع على دبي. من حظنا المنيح انه اتليست وحدة منهم موجودة في دبي. رجعت على دبي وقررت تطلق البراند تبعها اللي هو اسمه ناتالي تراد، اللي هو بيسيكلي باجز اند اكسسوارز. وانطلقت من دبي، وهيدي دبي اللي بتساعد الناس ينطلقوا إلى العالمية. يعني اليوم عم تبيع بنيويورك وبلندن وبباريس across the globe. هيدا كمان نرجع نحكي عن دور دبي المهم والفعال. مهم. كيف علاقتك معهم اليوم؟ يعني يمكن هن وصغار بكي وجودك ما كان كتير، ما بعرف عم بسألك، كنت تمضي وقت أو هلأ على كبر أكتر يمكن لأنه صار عم تحكي يمكن مع شخص صار كبير بالعمر وعم بيشتغل بذات المجال؟ بدي اقول لك شغله، كانوا دائما كثير قراب وبذات الوقت اصحاب. يعني كنا نسافر سوا. كنا نسافر سوا بالصيف، نسافر داين واين. يعني ما كنا نحس انه في فرق، لانه نحن دائما عملناهم انه مثل ما عم بقول لك خلقنا نوع من علاقه صداقه، مش بس ابوه وامومه والى اخره. فthey are very close to us.
very 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 close to us. يعني طبعا كل ولد قريب من اهله, ولكن انا ما بعرف بحس انه في صداقه بتربطنا, وما بعتقد بيمر انهار. ناتالي ما بتمر علينا, عايشه بدبي ومجوزه ناتالي طبعا, فبس ما في نهار بيمر ما منشوفها يعني وي فيل ذات. ونادين تجي يمكن على الفرص, نادين تجي قد ما بتقدر حرام يعني, بتجي على كريسماس وبتجي بالصيف وانا بس سافر انا وسوزي خصوصي بس سافر على شيكاغو, لانه شيكاغو از اور هيد اوفيس. دائما بعملها يعني نوع من الضروره اني من نيويورك اقضي شويه وقت مع قدام. هم العائله بحياتك اليوم يعني مسيرتك المهنيه ناجحه واخذت لك من وقتك كثير, ولكن قد ايه بذات الوقت عائلتك الناجحه عطيتك قوه و يعني العائله الناجحه هي اللي بتعطي القوه. صح, لانه اذا كان الواحد منه مرتاح ببيته, منه مرتاح مع اولاده, وما حاسس انه نجح بهيداك المجال, ان ما برايي ما بينجح بحياته. نعم, هذا النجاح الاساسي. انا بتبلش بالبيت. صح, بتبلش قد ايه الواحد مرتاح ببيته, قد ايش قريب من أفراد عائلته, قديش العائلة مجموعة مع بعضها, قديش العائلة قدرت تنجح. لأنه بالنتيجة النجاح هو مش نجاح فرد, نجاح للأفراد. حتى زوجتي بس البنات كبروا راحوا على الجامعة, هي قررت كمان تبلش الشغل تبعها. وكمان أنا فخور باللي عملته بدبي, لأنه عملت محل للبلانتس والزهور انتيرير. نعم, حلو كتير. واكسسوريز, وقدرت كمان تبني اسم لحالها بمجالها. اسم الله عائلة, بنحب الفن. ايه, عائلة كلها ناجحة وعظيمة. مثل ما شفنا لو انشغالاته لرجت راد عديدة, علاقته ببناته مميزة جدا. هل علاقته بلبنان مثل علاقته ببناته؟ خليكم معنا من بعد البريك.
انتقل واحكي عن لبنان. يعني نحن ما وقفنا نحكي عن لبنان بكل المقابلات، بقول لهم هالشيء لانه لبنان موجود بكل حياتك، ولكن قد ايه قريب من لبنان؟ ما عم بحكي قريب بس بالمسافه، عم بحكي قد ايه قريب انت، قد ايه بتامن بلبنان، قد ايه بتامن بشغلك بلبنان، قد ايه بتامن انه ممكن يجي نهار ترجع وتستقر بلبنان. اذا ما بامن بلبنان، اللي ما عنده وطن برايي ما عنده شيء. خلينا نبلش من هون. انا بعتبر دبي وطني الثاني. دبي عطيتنا كل الفرص للنجاح، وما فينا الا ما نعترف بفضل دبي. نعم. ولكن هذا لا يعني انه لبنان ما له دور بحياتنا، طفولتنا، دراستنا، جامعتنا، كله بلش بلبنان. الاهل، الاصحاب موجودين بلبنان، والاهم من هذا كله الوطن. يعني بالنتيجة في عنده جذور الإنسان، واللي بيتخلى عن جذوره بعتقد بيصفي لا شيء. ففي تواصل دائم مع لبنان، إن كان على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد العملي. سبق وحكينا عن الصعيد العملي، وحكيت إنه نحن بحياتنا ما خففنا الانفستمنت تبعيتنا بلبنان كشركة. وعلى الصعيد الشخصي طبعا تنزل بالصيفية، بنزل بالصيفية بقعد 3 أشهر، عندي بيت ببيروت وعندي بيت بالجبل، وبعدني بعتبر اني انا جزء من هالمجتمع. عندنا اصدقاء كتير. سو بالنسبه لي لبنان بالقلب، وكتير بتوجع مثل كتير لبنانيه. سالتيني عن بناتي. لما تخرجوا بناتي بدبي، بدل ما يكون الديستنيشن الطبيعي يروح على لبنان، كان الوضع بلبنان منه منيح، فاضطرينا نبعثهم مثل ما قلت لك باريس ولندن ونيويورك. ففقدوا نوع من التواصل مع لبنان. مع العلم انه نحن كل صيفيه كنا ناخذهم على لبنان، نبرمهم بلبنان، نعمل سياحه بلبنان، حتى خليهم يحسوا انه في جذور، لحتى يحسوا انه في شيء بيربطهم بلبنان. وللاسف بعرف انك انت ما بتحبي تحكي سياسي، وانا ما بحب احكي سياسي، بس لابد يعني وقت يحكي حدا عن لبنان. لابد يعني شيء مؤسف انه منا واعيين شو عم نخسر. بس اذا هن بيفكروا بيحكوا مع كل اللبنانيين اللي عايشين برات لبنان، كلنا خسرنا اولادنا، ما في عائله مجموعه. صح. ليش؟ لانه الوطن هو اللي بيجمع. حلو. لما ما يكون في وطن بيجمع، بينتشر اللبنانيه وين ما كان، وما بقى في عائله مجموعه. أنا بتطلع حوالي وبشوف أصحاب موجودين، وبشوف قديش بيتألموا من هالواقع اللي نحن عايشينه. المشكلة نحن شايفينها، بس اللي عايشين بلبنان، المسؤولين السياسيين اللي عايشين بلبنان، منهم شايفينها، منهم شايفين قيمة اللي عم نخسره بلبنان، منهم شايفين لوين عم بياخدوا لبنان، منهم شايفين الخطر اللي محدق بلبنان. ما عم يتعلموا من محلات قدرت تكون مثال لبناء مجتمعات ولبناء وطن مثل الإمارات. هذا شيء كتير كتير مؤسف، وبيوجعنا كتير نحن اللبنانية اللي عايشين برا، لأنه هن بيعتبروا أنه إذا عايشين نحن برا، يعني ما بفكر إنه نحن ما بفكرنا. نحن أنا لما أكون بلبنان بالصيف، ما بتسمع على الأخبار ولا ليلة، بس أنا وبدبي هون كل يوم. إذا ما كنت موجود، لما أرجع على البيت برجع بفوت على الأخبار أونلاين، وبرجع بشوف شو عم بيصير. وكل يوم على بكرة بس وعلى المكتب قبل ما بلش اشتغل، بفوت أونلاين وبشوف شو الأخبار بلبنان. هني بفكروا أنه نحن عايشين برات لبنان، يعني نحن مش سألينين. بالعكس، نحن سألين أكثر من بعض المسؤولين الموجودين بلبنان. ما في شك، وقد ما تكونوا قاعدين ومرتاحين ببلد اللي قاعدين فيه، أكيد مش هتكونوا مبسوطين ومرتاحين لو قاعدين ببلدكم أنتو بهالأمان وهالاستقرار. هلأ برجع بيجي بقول، ما فينا إلا نشكر دولة الإمارات ودولة دبي اللي خلتنا نحن كلبنانيين، عم بحكي أتليس عن حالي وعن كل الناس اللي بعرفهم، خلتنا نحس إنه نحن أولاد البلد. وهيدي كتير كتير ساهمت بنجاحاتنا وبوين نحن اليوم، وشو منشكل كما كجالية لبنانية بدبي وبالإمارات. دايما أنا بقول إنه الجيل الجديد بلبنان هو جيل المستقبل، وما بعرف أي مستقبل بلبنان، بس أنا بآمن فيه. وأنا حلمي إنه كل هالمغتربين أو المقيمين خارج لبنان يرجعوا على لبنان، لأنه هن فيهم يرجعوا،
يعملوا تغيير بهالوطن. ما بعرف إذا عندك رسالة لهالجيل الجديد، أو إذا بتآمن إنه ممكن نحن اللبنانيين القاعدين بلبنان نغير شيء بلبنان أيضا، لأنه ما بدنا نتركه. أنا برأيي كل لبناني في غير بلبنان، إن كان مقيم بلبنان ولا مقيم خارج لبنان، بس المهم المهم العقلية السياسية السيدة بلبنان تتغير، لأنه بتنطلق من هونيك. الشباب، عم تحكيني عن الشباب، هذا موضوع كتير حساس بالنسبة لإلي وكتير مؤلم. إنه نحن اليوم بلبنان بس بدنا نوظف شباب، تعرف قديش في صعوبة تلاقي شباب؟ كتير. ليش؟ كلهم عم لأنه كلهم لوين؟ كلهم نظرهم لبرا، كلهم بدهم يجوا على الخليج، بدهم يجوا على السعودية، على دبي، على قطر، بدهم يروحوا. ليه؟ لأنه ما في opportunities بلبنان. وإذا في opportunities بلبنان، الإمكانيات مثل ما بتعرفي للشركات ما بتقدر تدفع اللي بيندفع بالخليج واللي بيندفع بالسعودية. فهذا شيء كتير مؤلم، وهذا إذا بدك أنا بدك أنا أقول لك أكبر خطر على لبنان. هلأ في ناس بيجاوبوني لما أحكي عن هيك، لما بقول أنا أكبر خطر على لبنان هو هجرة الأدمغة الشابة من لبنان. يعني هودي هو هني هيدا النواة، هيدا النواة المهم اللي فينا نتكل عليه حتى نقدر نعمر بلد. مزبوط هالحديث؟ طيب بيقولوا لي لبنان بحياته ما قدر يحمل أبنائه، كل عمرهم بنهاجر. قلت لهم كل عمرنا بنهاجر على راسي، بس مش بهالكمية وبهالنوعية اللي عم بتصير اليوم. رح يصير بلد بدون شباب. ليش؟ لأنه الأوبورتيونيتيز منا موجودة وعم بيطلعوا كلهم لبرا، ونحن منا واعيين على هذا الموضوع، وما عم نقدر ناخد القرارات الصحيحة حتى نقدر نخلي الشباب اللبناني يأمنوا بمستقبل لبنان. صح. إذا السياسيين منهم مؤمنين، كيف هودي الشباب اللي عم بيشوفوا قاعدين عم بيتفرجوا على التلفزيونات وعم بيشوفوا كل هالتوك شوز اللي بتصير؟ نعم. اللي أوقات إنه دور الإعلام قد مهم كمان. يعني كل شيء فيني أقول لك إيه، بتمنى يصير في تغيير، بس التغيير بده يصير مش من الشباب. الشباب فيوني يساهموا بعملية التغيير، ولكن لازم يكون في مبادرة من القيمين. نعم. على السياسة بلبنان وعلى مصير لبنان وعلى مستقبل لبنان. نعم. يقدروا ياخذوا، يكون عندهم الجرأة حتى يشوفوا الأخطار الداهمة وين. الأخطار مصالحة. هي ما أخطار بس عسكرية، الأخطار هي من الداخل. ما في شك على كل الأصعدة. على كل حال إن شاء الله تكون هالرسالة مبين عم تحكي من قلبك، ونحن كلنا معك. عم نحكي يعني من قلب محروق. مزبوط، صح. إن شاء الله إن شاء الله تكون يعني تبلش بوادر خير، ونحن كلنا نتمنى أنه نرجع نعيش بلبنان أفضل أيضا. السيد رجاء تراد، نحن نتشكرك لهالمقابلة ولأنك شاركتنا بقصة النجاح الكبيرة اللي حضرتك عندك إياها، ومرسي. إن شاء الله نرجع نشوفك بلبنان، ولكن مش بس بالصيفية، على طول. أهلا وسهلا فيك، وأنا بشكرك وبتمنى النجاح للبروغرام تبعك. وبحب بس أقول لك شغلة صغيرة أعترف لك فيها. نعم. أنا لو ما كنت متابع برامجك، عادة ما بحب كتير الإعلام، أظهر على الإعلام. نعم. بس لأني كنت مرافق مسيرتك وشفت يعني بعتقد كمية كافية من البرامج اللي عملتيها بالبرازيل وبلوس أنجلوس وبهيدا، فبتمنى لك التوفيق والنجاح. أنا بتشكر. والنشاط، وتضلك تقدري. أنت عم تخلقي تواصل ما بين اللبنان المغترب واللبنان المقيم، وعم بتخلي اللبناني اللي عايش بلبنان يعرف شو فيه برا، القيمة اللي موجودة خارج لبنان. مزبوط. وعم تخلي كمان التقرب اللي عايش برا من لبنان. صح. فبنتمنى لك التوفيق والنجاح. بتشكرك، ميرسي كتير. أهلا وسهلا. تعرفنا سوا اليوم بحلقتنا على السيد رجاء تراد، اكتشفنا سوا قصة نجاحه بمجال الإعلانات ومدى تعلقه وإيمانه بوطنه لبنان. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن السيد رجاء تراد، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت لتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.